بدون زواج؟ عملت عكسها قبل، حبيت، انغرمت، تجوزت وحبلت. شو اجاني؟ شو كانت النتيجة؟ النتيجة كانت انه اللي حبيته كرهني، واللي انغرمت فيه انغرم بغيري وتجوزها ودبحني من الوريد للوريد. فأيها أحسن؟ الأولانية أو التانية؟ ما تهرب عامر، جاوب. أيها أحسن؟ شو رح تعملي؟ بشو؟ بالجنين. أعمل؟ ليه شو بينعمل بالجنين غير إنه الواحد ينطر 9 أشهر؟ بعدين بيخلق ومنربيه بدموع العين. وين البي؟ وين كان البي أيام زين؟ عامر اتطلع فيي، نفذت لك اليوم كل طلباتك. جيت على المستشفى، طلبت تروح عند خالتي بهيجة، أخذتك عند خالتي بهيجة. رحنا عند مصطفى حرب اللي عم تدعي إنك ما بتعرفه. بدك تاخد تاكسي، مشيت معك حتى ناخد تاكسي، واتنيناتنا منعرف إنه هون ما في تاكسي. مشيت معك كرمال وصلك لحقيقة مستحيل بطل عنا، لقناعة مش ممكن. قبل ما تحكي أي كلمة، ممكن سؤال؟ قديش عندي أمل إنك تسامحيني؟ قليل كتير. قديه يعني؟ نص بالمية؟ نص بالمليار. خاي؟ خاي؟ إيه، إنه في أمل. مش معقول أنت. هلأ أنت أخدتيها مزح وأنا عم بحكي جد. إنه النص رقم والمليار رقم. هلأ شو بدك بالنسبة بين بعضهم يعني؟ تسهل عامر خير. رجع لبيتك، رجع لمرتك، وما بقى تسمعني صوتك. إذا ما رجع نديم بركات، شو رح تعملي؟ هل قد عتلين همي؟ ما كنت سألت. ما دخلك فيي حتى تسأل؟ بقدر أغمرك؟ لا. شوي. خلص. اوعى تغلط. شو بتعملي؟ خلص روح عامر. قليلي، اذا هلا انا وماشكي كيك بين ايدي، قربت عليكي واخدت شفافك بشفافي، شو بتعملي؟ بعدك مثل ايام زمان؟ فشرت. عضي لشوف. سخيف. لوين رايحة؟ ما رح تلاقي تاكسيات هون. انت ما خصك، هيدي ضايعة نظيفة وبريئة وانت عم تنجسها. حقك رح اخذ لك اياه بايدي، ولو كنت انا المجرم الاكبر بحقي. اكيد ناطرين تاكسي. ماما شو عم تعمل هون؟ من امتى هون؟ نحكي على الطريق. يلا.